السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني. اليوم راح نشرح عن الرافعة الشوكية اللي هي الستافة مثل ما حكينا، يلي بتحمل وزن 8 طن. تمام، طبعا هي الرافعة الأخيرة اللي حأشرح عنها. الفيديوهات اللي قبلها شرحت عن الرافعات اللي أصغر منها، اللي بيحب يشوف المواصفات يفوت على الفيديوهات ويشوفها. فرح نشرح عنها، ورجاء اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، ومثل ما قلت لكم القناة جديدة وبحاجة دعم، فرجاء اشتركوا بالقناة واعملوا لايك، وأي تعليق أي شيء بدكم إياه سألوني، أنا جاهز إن شاء الله. ويلا خلينا نبدأ. اليوم رح نحكي عن الرافعة هاي اللي هي أكبر رافعة بتجي بقى بالشتابلة، الرافعة الشوكية أكبر واحدة بتجي، اللي بتحمل، نوريكم الوزن تبعها، هي مكتوب عليها 70-80، هي يعني بتحمل 8 طن. تمام، هي بتحمل لحد 8 طن. طبعا هي الرافعة غير الرافعات اللي شرحت لكم عليها بالفيديوهات اللي قبل. الرافعات اللي شرحت عليها بالفيديوهات اللي قبل كلها قلت لكم بتجي كهرباء، تمام، بتجي شحن على الكهرباء، بتشحن شحن فيها بطارية بتشحن. اما هي لا، هي بتجي مازوت. تمام، شايفين هي الاشطمان تبعها، هي بتجي مازوت. تمام، بوريكم وين بتعبى المازوت تبعها. هي هون، هون بتعبى المازوت تبعها. تمام، كما كنتم شايفين. بالإضافة إنه هي كمان دواليبها مثل ما حكينا، دواليبها هي كمان بيجوا كاوشوك. تمام، أو لحظة شوي والله. تمام، كمان هي دواليبها بيجوا كاوشوك، ومثل ما قلت لكم تحمل 8 طن. تمام، الرافعة ما شاء الله كتير ممتازة ودقتها ممتازة جدا. تمام، بالإضافة هي الشوكات تبعها. تمام، هي شكلها من قدام. تمام، مثل ما حكينا بالفيديوهات اللي قبل، كمان في لها ضوين، هي ضوين بيجوا فوق، في لها هذا الضوء اللي هو الازرق بيشعل مثل ما حكينا، مشان اذا حدا ماشي بالطريق قدام يشوف انه في ضوء ازرق ينتبه انه في رافعه بدها تمرق من هون، او في شيء بده يمرق من هون. تمام، طبعا مثل ما حكينا كمان هون في عندنا شنقل لها، هذا الشنقل مثل ما شرحت لكم عليه بالفيديوهات الماضيه، هذا الشنقل بتسحبه من هون. إذا كان في عربايات، في عربايات كبيرة طويلة بتنسحب، بنحط الشنقل تبع عرباية هون، وبنجيب هي بنحطها من فوق هيك. تمام، مشان نسكر عليها. تمام، طبعا محركها بيجي هون ورا، هي المحرك تبعها. تمام، شو في عنا كمان؟ تمام، هاي بالنسبة لهون. خليني هلا اشرح لكم عنها من الداخل، شوفوا من جوا كيف. فتح من هون، في لها درجات، نطلع لفوق. تمام، سكر الباب. تمام، هلا هي الدركسيون تبعها. تمام، التشغيل تبعها من هون. تمام، هي المفتاح، هلا تسمعوا صوتها، سمعني اشتغلت هون. مثل ما حكينا فرام الايد هون، في عنا اللي هي الشاشة تبعها. تمام، شرحت لكم كمان بالفيديوهات الماضية، رح نطفيها مشان الصوت. خلي بس الشاشة شغالة. مثل ما حكينا عنا هون الأضوية بتشغلهم، بيشتغلوا الأضوية قدام، اشتغلوا هلا، تطفيهم طفوا. تمام، عنا هون زر المساحات كمان بتكبسها بيشتغلوا المساحات. تمام، هذول المساحات الورانية، هي مساحات اللي ورا.
تمام، نرجع نطفيهم. هدول مثل ما حكينا فليشر، في فليشر مثلا بكون فوق عم يدور كذا، تشغل الفليشر. هاي الأضوية اللي ورا، تشغل الضوء اللي ورا، تطفي. هاي للسرعة تبعها مثل ما حكينا، شوفوا السرعة هون 1 2 3 4 5 تمام. هاي السرعات تبعها بتمشي ب10 20 30 40 50، هي محطوطة على 50. هون قديش فيها بنزين، عفوا قديش فيها مازوت، تمام. هاي الساعة تحت، هاي مثل ما حكينا بتكبسها كمان مشان إذا كان البلور تبع الرافعة في ضباب أو عرقان أو شي كذا، هاي مثل السيارة بتروح، تمام. شو في عنا كمان؟ بنجي للتحكم تبع هاي اللي هون، هاي التحكم، هاي التحكم تبع هاي اللي هون غير التحكم اللي شرحت له الفيديوهات الماضية. الفيديوهات الماضية بيجوا عبارة عن فوتيس، تمام؟ فوتيس هيك مثل الفوتيس تبع السيارة. بس اليوم راح اشرح لكم عن هاي. هاي عبارة عن كبسة لقدام، وقت انت بتكبس لقدام، تمام؟ الشوكات اللي قدام بيتحركوا لقدام، وقت انت بترفع لفوق، تمام؟ بيرتفعوا لفوق، حورجيكم كيف. بس هاي الحركة ما بتصير الا لنشغلها للرفع. هاي شغلنا، بدنا نرفعهم، نرفعهم هلا، بكبس هاي، تمام؟ بيرتفعوا. كيف ارتفعوا؟ تمام، هاي رفعناهم. بننزلهم، نرجع نكبس لقدام، بننزلهم. هاي عم ينزلوا. عندنا هاي اللي هي رقم 2، هاي مشان مثل ما قلت لكم الشوكات كانوا لتحت، ترفعوا لفوق مشان ما تسحط الطبلية. شوف كيف؟ شايف كيف ارتفعوا لعندي؟ هاي سحبتهم لعندي ارتفعوا. نرجع بنزلهم بينزلوا. بس لقدام بينزل، تمام. في عنا هاي، هاي مشان تزيح الشوكات على اليمين وعلى اليسار. بكبسها لعندي بتزيحهم على اليمين، بكبسها على لتحت بتزيحهم على اليسار. انا بدي اخليهم على النص، تمام. هاي مشان تفتح الشوكات وتسكرهم. شوف كيف هاي عم تفتحهم، بسحبها لعندي بتسكرهم. هذا الموضوع بدك تمشيها لقدام، تمام. تكبس هاي، مشان عم بغضوا هون على الشاشة، هاي هلا بتمشي لقدام، تمام. ترجع بتكبس كبسة لورا، مشان عندك هون ضوء هذا السهم، هلا بترجع تمشي لورا، تمام. هدول غماز، تروح على اليمين تعطي غماز على اليمين، شوف كيف عم يعطي فليشر على اليمين. بس على اليسار تعطيك انه بده يطلع على اليسار، تمام. هاي بالنسبة لهدول. هون في عنا الزمور، شفتوا الزمور هون تبعها. بالاضافة انه هي الرافعة فيها مكيف، تمام. هاي المكيف حامي، مكيف حامي بيجي كمان، بتشغله هون على 1 2 3 اللي بدك اياه، بيعطي ضمان، يعطي دفع وشغلة ظريفة. هون في عنا فيها ضوء كمان، بتشعله. هلا طافينا احنا، عفوا ما بيشتغل. فهون في ضوء بتشعله، هذا بيشتغل، تمام. هون في عندك هيك علبة بتحط انت شو فيها بدك تحط فيها، بتحط فيها اغراض. هون عندك هي السنادة بتستند عليها، انت بتسند ايدك عليها، تمام. فيها مراية، تمام، مشان تشوف وراك. وفيها مراية كمان هون على اليسار، وفيها مراية على اليمين مشان تشوف يمينك كمان، تمام. هلا رح اوريكم الارتفاع تبع الشوكات قديش ترتفع لفوق، تمام. خلينا ننزل ونشوف الارتفاع تبعها. هاي الارتفاع تبعها كمان
يعادل 4 امتار تقريبا. شايفين اي ارتفاع تبعها؟ هاي رفقاتنا اجوا كمان، فهي الارتفاع تبعها هي الرافعة 4 امتار تقريبا ونص. نرجع مننزل هون، عم ينزلوا، قاعد بكبس هاي تبع التنزيل انا، شايفين عم ينزلوا. تمام هيك لما نكون نزلنا هون، فهي المعلومات اللي عن هي الرافعة، بالإضافة هون عنا فرام الإيد. تمام نطفيها. تمام ننزل شوف شو عم يصير عنا. تمام إخواتي، فهي بالنسبة للرافعة تبع اليوم اللي هي آخر وحدة، اللي هي مثل ما قلت لكم تحمل 8 طن ونص. تمام إخواتي، هذا الفيديو تبعنا لليوم. بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل شيء جديد، لأنه أنا رح أشرح معلومات عن كتير شغلات يعني. تمام، فبتمنى أنه تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك، وأي استفسار أو تعليق كمان فيكم تكتبوا لي بالتعليقات ونجاوب إن شاء الله شو محسن نجاوب. تمام، بتشكركم كتير، وإذا استفدتم من الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك، لأنه مثل ما قلت لكم القناة جديدة وبحاجة دعم حتى ندعمها للقناة شوي. بتشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.